بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بكير بن عين أتوب إلى الله ورسوله وأهل بيته، وأقسم بالله العلي العظيم صادقا عما في قلبي بأنني من الأخبارية الجدد، وأقسم بالله العظيم أني بريء إلى الله من السلفية والأصولية والمجلسية والشيخية والناصبة وجميع المسلمين. فلعن الله السلفية والمجلسية والأصولية والشيخية والناصبة وكافة المسلمين، ولعنة الله على المسلمين، والحمد لله رب العالمين.